دلوقتي احنا عندنا في اول كولوم الثلاثة لوبس دول، ممكن اوطي الفوليوم بتاعهم ويطلعوا، ممكن اعمل لهم فلتر لو باس لانهم سامعين، وهاي باس تاني شيل منه البيس. ده مثلا شغال في داك اي. انا ممكن اعمل حاجة تانية دلوقتي، ان انا اخلي داك بي برضو ريمكسات، فبالتالي ممكن العب ما بين ريمكساتين. ممكن اعملها بطريقة ان يبقى عندي اتنين من دول، فممكن ادوس شيفت وهو شغال ولف واقول له انت مش داك ايه، انت دلوقتي هتكنترول داك بي، هتلاقي بينور هو بالطريقه دي، شايف الاربعه ممكن يغير منهم. فانا دلوقتي هروح على داك بي، هو فاضي زي ما احنا عارفين، فانا ممكن الود ريمكسات معمول من قبل كده. مثلا دي واحده كنت عامل فيها بركاشن، اقول له انت هتروح داك بي، هتبتدي يملى ويبتدي يتنور. انت ممكن تغير اللون بتاع كل سلوت بكذا طريقه، ممكن من على الكنترولر لما تعمل شيفت وكالر هنا، او ممكن تعملها من هنا برضو لما تغير، تعمل رايت كليك على السامبل وتشوف اللون اللي انت عايز تنقيه. اوكي انا هاخد نفس اللون تاني. دلوقتي انا عندي البونجو دي مش عايز اشغلها، فانا هبتدي ادوس، هتبقى سينكت مفروض زي ما انت سامعين. دربوك، اوكي دربوك كان موجوده في الكولوم الرابع، فهوريك برضو صوته تقيل شويه، البيس بتاعته مش عايزينه. انا هعمل هاي باس، هبتدي اوطي شويه نسبه الدربوكه، ممكن اروح راجع تاني على الداك واغير بقى في البيس شويه. انت ممكن كده تبني، ممكن تلعب كده كتير قوي. لو انت عندك اربع داكس ريميكسات، عندك اتنين من دول مثلا او مور، او حتى جست وان، بس انت تقلب زي ما وريتكم بالشيفت وتعمل كذا حاجه. يعني دلوقتي دي فكره الريمكسات، ازاي تشغل وتوقف والحاجات دي. ممكن تعمل ستوب، تسمع البركشن، تروح راجع تاني. وهي كداك، كريمكس داك، هي بتبيهيف زي اي داك في تراكسر برضه. ممكن اعمل لها لوبينج، ممكن ابعتها للديلي. اجين عملنا داك بي، عايزين نعمل على البونجو دي، عايز ابعتها ديلي، فانا هطفي بتاعت داك اي. ودلوقتي هروح على داك بي وشغل البونجوز دي تاني، هفتح الافكت يونت. حاليا ده فلانجر، مش عايز فلانجر، مثلا عايز ديلي. ابتدت تبان الشكل التاني خالص، هرجع الدراي وات حاجة كده. بس الريتش بتاعتها عشان الفيدباك برضه كنا علناه من الفيديو التاني، فهرجعه لحاجه طبيعيه شويه. اوكي دلوقتي لو عملت ستوب المفروض تسمع برضه الديلي شغال، فدي الديلي على الريمكسات. فممكن تستخدم سامبلز من اي حاجه. لو انت عايز تلاقي الريمكس داكس اللي انت شغال عليها مثلا، انت بتسيفها مثلا، ليتس سي ده بالعربي تست، بس هي او ما خديته اسم، ممكن عندي عند الحرف الاي ده اقول له سيف ريمكسات، هتلاقي الكنترولر نورت. انت ممكن تعمل سيف برضو من هنا او من شيفت وتدوس الزرار النوب الوحيد اللي هنا على الاف 1. اوكي لو انا عايز الاقيه بقى، لما بدوس انا سبيس بار، المفروض انتوا عارفين ده من البيجنر فيديوز، بيروح على البراوز مود جوه تراك كولكشن. دايما في تراكتر بيبقى عندك حاجه اسمها all remix sets، هو بيجمع كل remix sets اللي معموله، فدولت مثلا اللي موجودين عندي هنا. فاحنا عملنا واحده لسه دلوقتي فبالعربي تست اهي، فممكن بعد ما اشتغل شويه اعمل remix set، ممكن الوده تاني في اي وقت والعبه، فدي بتبقى حاجه كويسه. فمثلا في عندنا حاجه احنا واخدين house chords، ممكن نرجعه في deck A، ابتدي load، ارجعنا لdeck A، تبقى كوردات من اغاني تستخدمها حسب زي ما انت شايف، يعني اصوات مختلفة برضو بيبقى سينكت. تقعد تبني في حاجة انت هتاخدوا بالكم منها دلوقتي، ان المزيكا اللي اشتغلناها في داك اي دلوقتي السامبلز ابتدت اشتغلت مرة ووقفت خالص،
انت هتاخد بالك من ده امتى؟ لو بصيت على السوفت وير هتلاقي دي عامله سهم، مينز ان ده وان شوت، بتدوسه مره هيشتغل، لا يوصل الاخر يقف خالص. دي بتبقى حلوه مثلا لو عندك حد بيتكلم بيقول حاجه مش عايزه يلوب، فيبقى وان شوت. عكس لو اللي في داك بي انا عاملهم كلهم لوبس عشان دول البركشن يفضلوا لوبينج، هتلاقي دي دايما شكل اللوب ان هي بتلف، مينز ان هي بتلوب. لو انت عايز تغير حاجه من لوب او مش لوب من على السوفت وير هنا، هتلاقي في زرار هنا بتاع اللوبينج بيبقى وان شوت ولا لوب، فانا هسيبه لوب زي ما هو. دي طريقه اللي ممكن تعملها بيها. على الكنترولر ممكن تعملها برضو بتايب. انا برضو على داك اي هقول مثلا تايب، ادوس على ده هلف كده. دلوقتي لما هو بيقول جو بلف 1 بيقول له، بيقول لي من التايب. كل ما ادوس على دول هتلاقي لونهم اخضر، دول بيبقوا لوبس. فلو بصيتوا على السوفت وير عملوا كلهم لوبس، فانا مش عايز دول مثلا لوبس، هرجعهم تاني وان شوتس. دي الطريقه اللي ممكن تغير بيها البيهيفير بتاعت السلوتس دي او السامبلز دي عامله ازاي.